السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات تخصص الزخرفة والإعلان والتنسيق بالمدارس الثانوية الصناعية، النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم على ورق الذهب واستخدامات ورق الذهب وكيفية لصق ورق الذهب على الأسطح المختلفة. الدرس ده من الدروس المهمة جدا جدا جدا، واللي مش احنا بس بيهمنا ان احنا نعرف ايه هي استخداماته وايه هي الخامات الداخله فيه وايه هي المعدات اللي احنا بنستخدمها اثناء لصق ورق الذهب، لكن برضو في بعض التخصصات الاخرى بيهمها قوي انها تتعرف على الماده دي وايه اهميتها وايه استخدامها في المجالات المختلفه. لو احنا بصينا، انا حاطط شويه صور النهارده كده بتقول لنا احنا بنستخدم ورق الذهب او بنعمل عمليات التذهيب على ايه بالظبط. اول صورة عندنا على الشاشة هنلاقي الصورة دي جايبة لنا شكل اللي هو الصالون المذهب اللي هو موجود في اغلب البيوت بتاعتنا. هنبص هنا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي ان في عندي زي ما احنا شايفين كده الصورة دي، في عندي هنا الكنبة دي اللي هي ملزوق عليها ورق ذهب. هنبص على الشاشة بتاعتنا هتلاقي الشكل ده. في ناس كتير قوي كانت تعتقد ان هو دهان، ولكن هو بالفعل مش دهان، ده عبارة عن رقائق من صفائح الذهب اللي بتتلزق على الخشب بمادة لزق معينة وبتغطي الخشب كله بالشكل اللي احنا شايفينه. هنلاحظ هنا برضو الشكل ده، طبعا دي الاستخدامات بتاعت ورق الذهب على الاساس. كونسول اللي احنا شايفينه ده ملزوق ورق ذهب، وحتى الاجزاء بتاعته اللي موجودة فوق المرايا برضو ملزوقة ورق ذهب، وبيبقى معمول له عملية معينة من الورنشة عشان نحمي ورق الذهب. إذا كان ورق إنجليزي نحميه من التأكسد، وإذا كان ورق ذهب فينو فرنساوي أصلي بنحميه من الاحتكاك. هنلاحظ برضو من استخدامات ورق الذهب على الأساس المنزلي، هنلاحظ السرير اللي هو معمول يعني قيمة داير ما يدور ومعمول كابتينو اللي هو شغل التنجيد ده. هنلاحظ ان هو بيتخلله شغل قيمة، وكل الشغل ده ملزوق ورق ذهب. حتى الكمود اللي موجود جنبيه في بعض الاماكن في رجلين الكمود ملزوقة ورق ذهب، وبعض الاماكن في الباب بتاع الدرفة بتاعت الكمود، واللي هو الجزء الزخرفي او المراية اللي موجودة فوق عشان تكمل الشكل بتاعي ملزوقة ورق ذهب. هنعرف ايه اهمية ده كله. مش بيستخدم بس على الاساس المنزلي، ولكن ايضا بيستخدم ورق الذهب في زخرفة الاسطح المختلفة. يعني في هنا اللي هو السطح اللي فيه السقف شكل زخرفي اللي احنا شايفينه ده، هنلاحظ ان هو ملزوق ورق ذهب ومعمول له باتينة اكسدة عشان يبين، او اكسدة عشان تبين ان هو يعني شغل يعني تاريخي او شغل قديم شويه. برضو باستخدام ورق الذهب في الطباعه في شغل البصمه على المصاحف وعلى الاجندات وعلى المفكرات اللي هي بتبقى يعني متجلده بجلد طبيعي او جلد صناعي، وهنا بيستخدم فيها رولات اللي هو رقائق الذهب وبينزل عليها بصمه حراريه. البصمه الحراريه دي بيبقى موجود عليها الزخرفه دي، لما بتنزل بتخلي كل ورق الذهب في الاماكن البارزة بتلزق في الجلد زي ما احنا شايفين كده. هنلاحظ برضو ان في ورق ذهب بيستخدم، ده بيتعمل لحماية الكتب اللي هي الغالية اللي بتبقى مذهبة من الاطراف الخارجية بتاعت الورق عشان تحميها من الاتربة وتحميها من دخول اي حشرات وتحافظ عليها مع الوقت، فبتبقى واخدة طبق الذهب على الجزء الخارجي للورق. طبعا ده شغل التذهيب بالمساحيق المعدنية ومش هنشرحه النهاردة، ولكن هو احنا بنتكلم على استخدامات التذهيب، ان انا ممكن
بعمل الخطوط الخارجية دي بالذهب، بعمل بعض الأماكن اللي هي ألوان الألوان الذهبي. هتلاحظ هنا برضو استخدامات التذهيب على الزجاج بيتم بالصورة اللي احنا شايفينها دي. هنلاحظ برضو الشغل الزخرفة على الحوائط والأماكن اللي هي بيبقى الديكور بتاعها ديكور كلاسيكي، ممكن تلاقي الحيطة كلها مرسومة مش بورق الذهب بقى، مرسومة بالمساحيق المعدنية أو ألوان الذهب، ومرسومة الزخرفة دي كلها بألوان الذهب. بتبقى دايما في الأماكن اللي فيها صالونات، بتبقى الأماكن اللي فيها حاجات يغلب عليها الطابع اللي هو الكلاسيكي أو الطابع اللي هو الإيطالي أو الفرنسي في الزخرفة في الأماكن. يعني هنا هنلاحظ انها برضه ايضا بيستخدم لزق ده على الجبس في اللي هي الكورنيش اللي موجوده داخل الاماكن. يعني هنا زي ما احنا شايفين هتلاقيه مجهز المكان ودهنه بالماده اللاصقه ومبطنه كويس قوي وبيلزق عليه ورق ذهب. طيب ايه هي بقى الرقائق والمساحيق المعدنيه؟ بيتم استخدام الرقائق والمساحيق المعدنية من زمان قوي، يعني دي مش حاجة حديثة. كان الفراعنة ليهم باع طويل جدا في هذه الصناعة، في صناعة التذهيب. ومقبرة توت عنخ آمون خير دليل على ذلك. هتلاقي السرير بتاع توت عنخ آمون سرير ملزوق ورق ذهب. استخدم الفراعنة الذهب والفضة ومخلوطات الذهب والنحاس، وكان أكتر حاجة استخدموه هو الذهب بعياراته المختلفة. أهم المعادن اللي استخدموها أو المستخدمة في عمليات التذهيب المختلفة البلاتين، الذهب بكل عياراته، لذلك بتلاقي ألوانه مختلفة لأن كل عيار بتبقى فيه نسبة نحاس مختلفة عن العيار التاني، فبالتالي لونه بيختلف. كل ما النحاس قل أو كل ما البرونز قل، كل ما كان الذهب بلونه الطبيعي أو المصفر ده. سبائك الذهب والنحاس، سبائك الذهب والفضة الاثنين سوا، سبائك النحاس والأزدير اللي هو بيسموه الذهب الإنجليزي، استخدام الفضة نفسه لصنع رقائق ذهب، واستخدام الألمونيوم مع الزنك عشان أو الألمونيوم مع الأزدير عشان يديني اللي هو شكل الفضة. يعني استخدمنا الألمونيوم في رقائق الذهب. يعني تستخدم رقائق الذهب حسب عياراتها المختلفة، تبتدي من عيار 22 لغاية عيار 12، وبتختلف الألوان حسب العيار ونوع المعدن المخلوط، وبيوجد على 3 درجات لونية منها الفاتح والمتوسط والمحمر. والمستخدم في كسوة أسطح المشغولات هو الذهب الفرنسي والذهب الإنجليزي والفضة والملفات، وهنعرف كل نوع على حدة. أول حاجة رقائق الذهب الفرنسي أو المشهور باسم الفينو. رقائق الذهب الفرنسي دي بتبقى رقائق مربعة أبعادها حوالي 8 ملي و2 من عشرة في 8 ملي و7 من عشرة. سمكها غريب قوي ومحدش يتعجب من السمك ده. السمك بتاع رقائق الذهب من 1 على 1000 ل 5 على 1000 من المليمتر، يعني امسك المليمتر واقسمه 1000 جزء، من 1 على 1000 ل 5 على 1000 من المليمتر. كل دفتر من دفاتر الذهب الانجليزي الفرنساوي الاصلي ده اللي هو ذهب ذهب يعني في 25 ورقه، بين كل ورقه والتانيه حاجه اسمها مسحوق البول الناعم، وده مسحوق كده لونه برتقاني، لونه برتقالي شويه، وورقة قطنية رقيقة للغاية لحماية الرقائق من التلف أو الالتصاق ببعضها. كل دفتر بقى في النهاية بيغلف بغلاف ورقي سميك عليه ماركة وعيار الذهب ومقاس وسمك الذهب والبلد المنتج ليها.
عندي بقى رقائق الذهب الانجليزي، وهو ده مش ذهب يعني، الذهب الفرنساوي ذهب ذهب يعني، انما الذهب الانجليزي بيبقى عباره عن نحاس وازدير. النحاس عشان يديني لون الذهب، والازدير عشان يديني يعني اللمعه بتاعه الذهب. برضه ساعات بنضيف المونيوم وزنك ومغنيسيوم، معادن اخرى عشان نزود الصلابه بتاعه ورقه الذهب. والرقائق بتاعته مربعه، بيبقى يعني طولها حوالي 7 مللي 7 سنتي و6 من عشرة لغاية 13 سنتي مربع يعني. وهي سمكها سميكة عن الذهب الفرنساوي، سمكها بيبقى 1 على 100 ل5 على 100 من الملي متر، وبريقه لا يستمر لوجود النحاس بيه، فبيحصل له نوع من أنواع الأكسدة. بيحتوي كل دفتر من دفاتر الذهب الإنجليزي على 20 ورقة، بينها طبقة من مسحوق البول وورقة قطنية رقيقة، وتغلف بغلاف سميك يوضح ماركة وعيار ومقاس وسمك الذهب والدولة المصدرة له. أنا عايز هنا أتكلم بس يعني أقول لكم الفرق إيه ما بين الذهب الفرنساوي وما بين الذهب الإنجليزي. هنرجع مع بعض كده على الشاشة. الفرق ما بين الذهب الفرنساوي والذهب الإنجليزي فرق يعني مهم قوي اللي احنا لازم نعرف ده. الذهب الانجليزي يعتبر تقليد للذهب الفرنساوي. في الاصل الذهب الفرنساوي في الاصل ده ذهب عيار، حتى الدفتر بتاع الذهب بيرجع على تلاقي الدفتر مكتوب عليه عياره ايه ووزنه ايه، بيرجع ليه العيار والوزن. وبيتباع وفقا لده. انما يعني ممكن تلاقي مثلا دفتر الذهب ده مثلا مكتوب عليه 5 جرام، والخمسة جرام دول وزنهم كذا، فبيتباع بالوزن. اما دفتر الذهب الانجليزي ده فده مش ذهب، ده نحاس، فبيتباع كايه كيعني ذهب عادي جدا يعني ذهب تقليد، او بيتباع كدفتر دفتر نحاس. نيجي ليه شكل الدفتر، بيبقى زي ما احنا شايفين كده، دي الورقة اللي بتفصل ما بين كل ورقة الذهب والورقة التانية. عايز اقول لكم حاجة، ان لان السمك بتاع ورقة الذهب سمك ضعيف جدا فما بيتمسكش بالايد، ورقة الذهب نفسها بتبقى واخدة مسحوق البول ده اللي هو الناعم ده، عشان لما امسكها بايدي تخش في مسام صوابعي فما تلزقش في مسام صوابعي، لما اجي افك صوابعي من بعض ما تتقطعش او لا تمزق ورقه الايه الذهب. طيب انا عايز اعرف الذهب اللي في ايدي ده، او دفتر الذهب اللي في ايدي ده، دفتر ذهب فرنسي ولا دفتر ذهب انجليزي، يعني ذهب ولا نحاس. بجيب ماده او سائل من كبريتور النشادر، واجيب رقائق الذهب اللي انا عايز اكشف عليها، واحط نقطه من كبريتور النشادر عليها. لو الورقه دي النقطه دي اسودت، دل ده على وجود ارتفاع نسبه النحاس الموجوده بالسبيكه، والبقعه القاتمه دي بتدل ان ده يعني مش ذهب، ده نسبه النحاس فيه عاليه، فممكن يكون قوي دفتر ذهب انجليزي. لو ما تأثرتش يبقى ده ذهب فرنساوي. طيب رقائق الفضة الخالصة، يعني تم إنتاج رقائق من معدن الفضة الخالصة، بيصل سمك الورقة من 5 على 1000 إلى 10 على 1000 من الملي متر، مقاس الدفتر وأبعاده زي دفتر ورق الذهب الإنجليزي مش الفرنساوي، رغم إن هو فضة خالصة. وعندي رقائق تقليد الفضة بتتكون من سبيكة معدنية من الألمونيوم والأزدير والزنك، وتشبه معدن الفضة النقي في لونها، سمكها ومقاسها بيشبه أوراق دفتر رقائق الفضة الخالصة، وبيستخدم بديلا عن رقائق الفضة الخالصة ولكنه أقل جودة وأقل تحمل طبعا من الفضة. عندي بقى رولز اللي هي ملفات، يعني بينتجوا سبيكة البرونز تقليد الذهب، وسبيكة الألمونيوم والأزدير تقليد الفضة، والرول بيبقى عبارة عن طبقتين، طبقة من
البطانة وطبقة من الذهب أو الفضة أو تقليد الذهب أو الفضة، ودي بتستخدم في أشغال الزخرفة والكتابات ذات الأحرف المستقيمة الطويلة بدل من الدفاتر، غالبا بتستخدم على شغل البصمة على المصاحف والأجندات. وده شكل الرول بتاع دفتر الفضة، يشبه كده الدفتر بتاع اللي هو الألمونيا اللي احنا بنستخدمه للأطعمة، ولكن بيبقى أقل سك يعني سمك منه، وفي طبقة من الورق القطني وسطيه أو حاجة كده زي المناديل الورق يعني عشان ما يلزقش ببعض. والسمك بتاعه طبعا أقل بكتير من سمك اللي هي الألمونيا العادية اللي احنا بنستخدمها لتغليف الأطعمة. طيب نيجي بقى نشوف فيديو حلو جدا جدا. الفيديو ده بيتكلم عن خطوات التصنيع اليدوي لورق الذهب او ورق الفضة. نشوف الفيديو ده ونستمتع به. الراجل ده يعني راجل اوروبي تقريبا من فرنسا. هو عمل ايه؟ هو جاب الذهب، ذهب بيصنع ذهب فينو، ذهب فينو ذهب اصلي عيار، وعمل له عملية صهر في الفرن بتاعه وسابه يبرد شوية وراح قالب. طبعا زي ما احنا شايفين كده هو ملتزم بالامن والصحة والسلامة المهنية، لابس جوانتي في ايده عشان الحرارة، وشال باللي احنا شايفينه ده، وبيدخل بعد كده بيعمل عملية سحب للسبيكة. سبيكة الذهب يعني سهلة السحب والطرق. هو هنا عمال يدخلها في المكبس ده ويسحب، يدخل ويسحب، يدخل ويسحب. شوفوا السبيكة اللي هو كان صبها، هتشوفوا هيفضل يسحب فيها ويفردها لغاية ما تبقى شكلها عامل ازاي. السبيكة الصغيرة دي شوف بقى شكلها عامل ازاي، شوف حصل لها نوع من التمدد ازاي. كل ده لانه سبكها من يعني سحبها من خلال المكبس اللي احنا شايفينه ده، وكان كل شوية يضيق. بعد كده بيمسكها يلفها، بيعلمها بمقياس العلام اللي احنا شايفينه ده، عشان هو بعد كده هيمسكها يقصها قطعة قطعة. شوفوا طبعا اللي هيجرى لورقة الذهب الصغيرة خالص دي اللي هو بيحطها جوه اللي هي الملفات اللي احنا شايفينها دي، الاجزاء اللي احنا شايفينها دي. شوفوا ايه اللي هيجرى وازاي حطها في حاجه وبدا ان هو يدق عليها بدقماء خشب. عارفين بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل عمليه فرد لورقه الذهب اللي حطها دي، فردها اهي بقى بالشكل ده، بيطلعها وهو كده فردها وخلاص. لا ده لسه هيفرد فيها تاني، هيمسك كل واحدة فيها يقسمها. شوف شوف شايلها ازاي، هيقسمها ويقطعها بسكين التذهيب اللي احنا شايفينها دي، بيقطع بالسكينة دي تمام، اسمها سكين التذهيب، قطع اهو، وبعد كده يرجعها تاني للباد اللي هو بيحط الذهب وسطيه، ويبتدي ان هو طبعا الشغل ده كله يدوي، كان بيتعمل يدوي من الاف السنين، يبتدي ان هو يدقها كده تاني عشان يفرد تاني في ورقة الذهب. طبعا دي مهنة كان بيتوارثها الاجيال في الاسر في اوروبا. زوجته شغالة معاه بتساعده اهي، ورقة الذهب وصلت للمرحلة النهائية، هي بتعمل ايه؟ بتشيل بقى الزيادات عشان تطلع ورقة مربعة سليمة، يعني سليمة من كل ناحية. شوفوا بقى ده بدأ من الحتة ال 100 جرام ذهب دي ولا ال 150 جرام ذهب اللي هو كان بيدقها في الأول، وهنا يبتدي برضو يقطع زي ما احنا شايفين، وهنا عمل ورقة الذهب. طيب احنا شفنا خطوات التصنيع اللي هي اليدوي، طب نشوف بقى خطوات التصنيع الآلي ازاي بقى بيتعمل جوه مصنع. يعني كده احنا شفنا ان في ناس ممكن تعمله يدوي اهو، وانت ممكن تعمل مشروع ريادة اعمال عندك وتعمل حاجة زي كده في البيت عندك.
بس طبعا مش هتعمله للنحاس يعني، هتعمله للذهب الاصلي عشان تبقى انت ليك براند كده وبتطلع الحاجه دي يعني بتروح لاماكن معينه محتاجاها. طب نشوف بقى بتتعمل ازاي داخل المصانع. طبعا هنا اللي هو الذهب والبلاتين والجولد يعني كل انواع المعادن اللي داخله في التصنيع اهو، سيلفر ونحاس بلاتونيوم بلاتين كل ده بيوزنه على ميزان الذهب الحساس عشان هيعمل ايه فيه؟ هيعمل له عملية انصهار. بيوزن كل الحاجات اللي هو عايزها، محتاج حسب النسب اللي هو عايزها، محتاج من دي 100 جرام، محتاج من دي 50 جرام، محتاج من دي 20 جرام، بيبتدي يوزن وفقا للنسب اللي هو عايز يكون منها السبيكة اللي هو محتاجها عشان يعمل منها ورق الذهب. وزن شوية نحاس اهو، كل ده حطه جوه البطقة او البوتقة، اللي بوتقة دي اللي هي بتخش جوه الفرن الحراري عشان كل ده ينصهر ويتحول لسائل في درجة حرارة احنا شايفين 1200 درجة مئوية. بعد ما يعني سخنها حصل عملية الانصهار، بصوا هيرفع الغطاء، طبعا هو لازم يراعي الامن والسلامة المهنية والحاجة اللي بيمسك بيها وتكون طويلة كده تبعدها عن جسمه عشان لو فلتت ما تقعش طبعا وما تبهدلش الدنيا، وهيمسك السائل السبيكة اللي هو عملها يدلقها في او يصبها، بلاش يدلقها، يصبها في القالب اللي احنا شايفينه ده، صب كل السائل والقالب يعني هو مجهز عشان يحمل كل السائل اللي موجود جوه البوتقة. هياخد السائل، هياخد السبيكة دي بعد ما تبرد وهيعمل لها عملية سحب آلي، طبعا بيبردها الأول وبعد كده هيدخلها على المكبس عشان تتفرد ويحصل لها عملية السحب الآلي تشبه عملية السحب اللي احنا شفناها في الشغل ايه اليدوي، بس هنا العمل كله بيتم بصورة ايه، بصورة آلية مش بصورة يدوي. بيصب تاني اهو يعني عشان طبعا احنا في مصنع مش هيعملها واحدة واحدة، بيعمل كمية ويبتدي الكمية دي يغذي بيها الماكينات بتاعته. بس هو الشغل يعني هتلاحظوا هنا برضو انه مش آلي بنسبة 100%، هتحسوا ان هو نص آلي، برضو بيرفعها، لابد نلاحظ قد ايه هو محافظ على نفسه وهو بيعمل كده. هنا اشكال والوان المختلفة للسبايك، هنا بيبتدي يعمل عملية السحب يفرد السبيكة اللي هيوصل في الاخر ان هي تبقى سبيكة ورق ذهب، عمالي بيفرد فيها، وصلت للمرحلة ان هي بقت يعني عبارة عن ورق فعلا، بس طبعا لسه برضو هيتقطع وهيتجزأ ويدق بنفس الاسلوب زي ما احنا شايفين. لابد ان هو بيحدد القياسات ورق الذهب اللي هو عايزها، سواء كان عايز ورق ذهب عبارة عن ملفات او عايز ورق ذهب عبارة عن دفاتر، بيحدد القياسات بتاعته وبيحسب وقته. طبعا هنا هنلاحظ ان هو
بيعيد تسخين الرقائق اللي هو قطعها تاني، تمام، شغال برضو على نفس الكمية اللي هو سبكها، طلع منها سبايك. هنلاحظ بعد كده ان هو بيلم كل ده في صورة رولز، رول، تمام. هياخد الرول ده وهيقطعه لقطع ورق ذهب صغير. غالبا ده بيتم في المصانع اللي بتصنع ورق ذهب فينو، او المصانع اللي بتصنع ورق ذهب تقليد اللي هو ورق الذهب الانجليزي. هنا بدأ ان هو يقطع الذهب لأجزاء صغيرة، ويبتدي ياخد الأجزاء اللي هو قطعها ويحط عليها لبات كده زي ما احنا شايفين، ويحط التانية فوقيها. وبعد كده عملية الدق اللي كانت بتتم يدوي بالدقماء، هنا بتتم ايه، نص آلي كده زي ما احنا شايفين بمكبس معين. طبعا هنا بيقول لك حجم ورق الذهب كان قد ايه بالنسبة للي لما الدق اتفرد، ورانا حجم ورقة الذهب كان قد ايه. نبص عليها بصة تاني كده، هو فردها دقها كويس. هنلاحظ بقى ان حجم ورق الذهب زاد كام ضعف. لاحظ الحجم الاولى وبعد كده فردت بقت قد ايه. يبتدي بعد كده ياخد ده ويقطعه تاني عشان لسه هيعرضه لعملية ايه، فرد تانية، ويبتدي برضو يدقه بصورة نص آلية زي ما احنا شايفين. بعد كده بيقطع ورق الذهب، بعد كده بيقطع ورق الذهب. نجري بس شوية. هنا برضو بيعمل عملية فرد لورق الذهب، ما زالت عملية الفرد شغالة. بعد كده خلاص قطع ورق الذهب، بيقطعه بالمقاس اللي هو عايزه زي ما احنا شايفين، ويحطه في مكانه في دفتر الذهب. طبعا الفاقد ده اللي بيقع ده ما بيرمهوش، بيخش تاني إعادة تصنيع مرة تانية. طب نيجي بقى نتكلم على مواد اللزق الخاصة بالرقائق والمساحيق المعدنية. أو عندي أول حاجة الميسيون أو الماكسيون، الماكسيون فورت ده مادة بتستخدم في لصق ورق الذهب. الماكسيون بيتعمل من إيه؟ ده محضر من الزيوت النباتية الجفوفة. الجفوفة يعني إيه جفوفة؟ يعني القابلة للجفاف اللي ما فيهاش أكسجين، فبالتالي لما بتدهن تبتدي تمتص اكسجين من الجو وتعمل تكون فيلم دهان مترابط مع بعضه، ويحصل طبقة الجفاف اللي احنا بنشوفها في اللاكيه او في اي دهان تاني. بيتحط في احواض زجاجية مكشوفة، بيتعرض للاكسجين وضوء الشمس دون اتربة. بيتساب في الاحواض حوالي 6 شهور لغاية ما يتغير تركيبته الكيميائية ويغلظ قوامه. وده بيكتسب في أثناء هذه العملية خاصية اللصق، إن هو يكون مادة إيه؟ لصقة. بيتخفف بالتربنتين من 5 إلى 10% حتى يسهل تطبيقه في حالة إن قوامه يكون غليظ. وعند استخدامه بنديله أصفر كروم عشان نلونه، أو أصفر زرنيخ أو أصفر أهرة. وده بيجف في 24 ساعة تقريبا في الصيف وثلاث أيام في الشتاء تبعا لرطوبة وحرارة الجو، ولا يلصق الا عندما يكون حساسا للمس. يعني ايه بقى الميسيون ده او الماكسيون؟ ده اللي هم بيسموه الصناعيه الميسيون البياتي، بيسموه الميسيون البياتي. يعني ايه بياتي؟ يعني عشان يلزق عليه ورقه الذهب
محتاج ان هو يبيته في يعني يدهن المادة اللاصقة، وبعد ما يدهنها يسيبها بيتة لغاية تاني يوم عشان يلزق عليها ورق الذهب في اليوم التاني، فبيسموه المسيون البياتي. لكن في مسيون سريع يعني، في يعني او ماكسيون، هو انا بقولها بالايه بالاسم الدارج بتاعها في السوق، مسيون هو اسمه الماكسيون، تمام. السريع ده ممكن يلزق بعد ساعة. طب يعني ايه يكون حساس لللمس؟ يعني انت لما تيجي عايز تلزق عليه ما ينفعش تحط عليه ورقة الذهب الا لما بيكون بيلدع، يعني بتحط صباعك كده، صباعك بيلدع عليه، فهنا يعني نقدر ان احنا نلزق عليه ورقة الذهب. في حاجة تانية عفوا بنلزق بيها ورق الذهب اسمها ورنيش الجولد سايز. ورنيش الجولد سايز من فصيلة الورنيشات، وده بيجف في مدة تتراوح ما بين نص ساعة إلى ساعتين، وده اللي هما بيسموه المسيون السريع. ده بيتعمل مع رتنجات طبيعية مع زيت التانج الصيني في أغلب الأحيان، ويفضل إضافة نسبة من أصفر الكروم لتلوينه لتحديد المساحات المطلوب لزقها بورق الذهب. لازم إن احنا ما نخففوش بالتربنتين، ولكن بيتم تخفيفه بزيت بذر الكتان بنسبة لا تزيد عن 10%، لأن التربنتين بيسيب زيت رتنجي لا يتصلب تماما، وبيعوق الجولد سايز عن الجفاف لبطء تبخره. ويفضل استخدام ورنيش الجولد سايز في عمليات اللزق ذات المساحات الصغيرة مش المساحات الكبيرة. طبعا أيضا من المواد المستخدمة في لزق ورق الذهب الغيرة بأنواعه، سواء كان غير السمك اللي بيجي من عظام الأسماك، أو غير الجيلاتين اللي بيجي من عظم الحيوانات الصغيرة زي الأرانب، واللي بيتم تعاملها بالجير وغسلها بالمية جيدا قبل الاستخدام وتحويلها إلى غيرها. طب تعالوا بقى نشوف إيه هي الخطوات اللي احنا بنستخدمها في لزق ورق الذهب. اول حاجة عشان نعرف ايه هي الخطوات اللي احنا بنستخدمها في لزق ورق الذهب، لابد ان احنا نعرف ان ورق الذهب بيتلزق على اسطح مختلفة، بيتلزق على اسطح مختلفة، سواء كان بيتلزق على اخشاب، او بيتلزق على جدران، او بيتلزق على رخام، او بيتلزق على جبس، او بيتلزق على زجاج، يعني بيتلزق على اكتر من سطح. كل سطح من دول ليه تجهيزه، كل سطح من الاسطح دي ليه تجهيز خاص بيه. يعني لو احنا بنلزق على ازاز، فاحنا بنلزق على الازاز الذهب من الجهة اللي احنا هنشوف الذهب من خلالها، يعني بحط ورق الذهب من خلف الازاز، ف ببقى شايف الذهب من خلال الغيرة اللي انا لازق بيه، وغالبا بستخدم غيرة جيلاتين. فقلنا ان احنا طبعا الجيلاتين ده بنستخدمه على الازاز، بيبقى احنا شايفين ورق الذهب من خلال الجيلاتين، يعني ورق الذهب بيبقى ملزوق من خلف الازاز. طب احنا لو هنلزق ورق ذهب على رخام، الرخام فيه رطوبة، عشان الزق ورق ذهب على رخام لابد ان انا اعزل ما بين سطح الرخام وورق الذهب، فبدي جملكة، الجملكة بتديني طبقة شبه بلاستيكية بتغطي ايه؟ بتغطي الرخام، والزق ورق الذهب بتاعي فوق الايه؟ الجملكة. طب على الخشب، الخشب ليه اسلوب تاني، الخشب بجبس الحتة، يعني امسك اللي هو الصالون ده اللي انا يعني هلزق عليه ورق الذهب، وبديله كله جبس باريسي، جبس فرنساوي، بدهنه كله بجبس فرنساوي، وبعد ما بدهنه بجبس فرنساوي بديله مسحوق البول الناعم ده اللي هو بيبقى لونه برتقاني اللي بيغطي الجبس ده، وبعد كده بديله جملكة واسيبها تنشف، وبعد كده اديله المسيون او الماكسيون بتاعي البياتي اللي انا بدهن بيه ورق اللي انا بدهن بيه الصالون الخشب ده، عشان تاني يوم
اجي الزق ورق الذهب بتاعي عليه. لكن احنا قلنا ان في مسيون سريع للي هي القطع اللي انا الصغيره. هنشوف دلوقتي فيديو مهم قوي لخطوات لزق ورق الذهب على برواز من الخشب، وهنلاحظ المعدات الخاصة بلزق ورق الذهب المستخدمة في الفيديو ده. طب تعالوا كده نبص ونشوف الفيديو ده. هنا هنلاحظ ان هي بتعمل ايه؟ بتجبس القطعة. ده جبس فرنساوي بيدهن بيه البرواز الخشب وبيدهن بيه القيمة كلها. هنا بتدي بعد كده ممكن يكون جمالكة، ماشي، بتبطن بيه الجبس او مسحوق البول الناعم. دلوقتي بتدي المسيون بتاعي اللي هي المادة اللاصقة. شوفوا مدى الدقة، شوفوا بتشيل البرواز بتاعي ازاي عشان ايديها ما تجيش على المادة اللازقة. تدهن كل البرواز بالمادة اللازقة، وطبعا في ناس بتشوف الكلام ده لأول مرة بيتعمل ازاي. شايفين طبعا ايه مدى الاهتمام اللي هي بتعمله. طبعا هي دهنت الاول جملكة، وبعد ما دهنت جملكة بتدهن المسيون بتاعها. والمسيون بتاعنا اللي هي مستخدماه هنا غالبا هو مسيون سريع اللي هو جولد سايز، اللي هو بينشف في مدة يعني تتراوح ما بين النص ساعة والساعة. ولما يكون حساس باللمس يعني بيلدع كده، ابتدي ان انا الزق ورق الذهب علي. شايفين طبعا هي شايلة الذهب بايه؟ مش بايدها، لانها لو شالت الذهب بايدها هيلزق في صوابعها وبالتالي هيتقطع، لكن شايلاه بمشط التذهيب، شايلاه بالخاصية اللي هو اللصق الالكتروستاتيكي، ان هي مسحت شعر المشط التذهيب ده على هدومها اكتر من مرة فاكتسب كهربية استاتيكية فبقى الذهب يلزق فيه. هنا بتقطع ورق الذهب على حاجة اسمها مخدة التذهيب، وبتقطعه زي ما احنا شايفين بسكينة التذهيب. بصوا بتقطع ازاي، دي سكينة مخصوص عشان يتقطع بيها ورق الذهب. بصوا بتشيل ورق الذهب ازاي، وبتشيله وبتنقله على المكان اللي هي هتلزق فيه. اهو مشط التذهيب ده، الجزء اللي هي ماسكة منه ده عبارة عن ورق في صف من شعر وبر الجمل، لانه وبر يعني بيبقى صلب شوية، او بعض اللي هي الحيوانات اللي شعرها صلب. بكل ثقة اهي ماسكة مشط التذهيب وبتنزله في المكان اللي هي دهنته بالمادة الايه اللازقة، وبتروح ضغطة بمشط التذهيب على ورق الذهب، وترجع تاني تفتح دفتر الذهب. شفتوا بتنفخ، بس هي مش عايزه تشيله بايديها، ايديها لو لمست ورقه الذهب تتفرتك ورقه الذهب، لان سمكها 1/1000 لـ5/1000 من المليمتر، فهتلزق في الايد، هتتحول لفتافيت صغيره وما تستفدش منها. ولذلك مش بتمسك ورقه الذهب خالص بايديها، شايلاها بالمشط زي ما احنا شايفين مشط التذهيب اهو، وبعد ما تلزق تثبت كويس قوي. هي هتعمل العملية دي وتكررها لغاية ما تلزق كل البرواز، البرواز كله هتلزق. لزقت البرواز كله اهي، ايه بقى اللي في ايديها ده؟ هي بدأت تلزق اللي هي القطع الصغيرة اللي لسه ما اتلزقتش بورق الذهب، يعني بتعالج الاماكن الصغيره. هتلاحظ ان هي هتجيب حاجه اسمها كده فرشه، اسمها فرشه السمور، تعالج بيه الحتت الصغيره، النقط الصغيره جدا اللي هتبقى واضحه. طيب ده ايه بقى؟ ده اسمه قرن الصقل، ده المكوه اللي هي بتكوي بيها ورق الذهب عشان يلزق كويس في الاماكن بتاعته ويتفرد كويس وما يبقاش مكسر زي الهدوم المكرمشة. وبتمشي على البرواز ده حتة حتة. يعني مهنة التذهيب دي مهنة من المهن اللي هي المهمة قوي في صناعة
الديكور والزخرفه والديكور. مشط التزييب ده احنا شايفينه دلوقتي من البلاستيك، شايفينه من البلاستيك صح؟ اقصد قرن الصقل ده احنا شايفينه من البلاستيك، ولكن زمان ده كان بيتعمل من ايه؟ كان بيتعمل من قطعه من قرن الخرتيت صغيره معموله بنفس الاسلوب كده، ملويه بنفس الاسلوب ومتثبته في نصاب او ايد من الخشب او الابانوس. لكن القطعه دي كانوا بينقعوها في زيت الزيتون 3 ايام قبل الاستخدام، وقبل ما يثبتوها في الايد الخشب عشان ما تجرحش الايه ورق الذهب الملزوق. هي المفروض انها تبقى ناعمه وبتكوي ورق الذهب. هي هنا خلصت شغلها وهي بتعلق البرواز بتاعها. ده ممكن يكون مشروع رياده اعمال ليكوا حلو جدا، انك تفتح ورشه للزق ورق الذهب او تذهيب. يعني ممكن يكون البرواز ده مطلوب لزبون، مطلوب منها لزبون خاص زي البرواز اللي جنبه، تمام؟ فيعني ده مشروع ممكن مش محتاج مكان كبير، محتاج مكان كده 3×4 تحط فيه الشغل بتاعك والعده بتاعتك وتبتدي تشتغل جوه. وبيكون يفضل يكون يعني بعيد عن الاتربه وبعيد عن الهواء عشان خاطر يعني طبعا، بس يكون جيد التهويه. يعني ادينا شايفين، بص يعني ورق الذهب مكوي كانه مكوي بمكوى بعد، يعني قميص واتكوى بمكوى او بنطلون واتكوى بمكوى. نروح بقى نشوف ازاي بيتم لزق ورق الذهب على اجزاء وعزل الاجزاء التانية. يعني انا هو هنا شوف لزق ورق الذهب على الجزء ده اللي فوق المكتبة او فوق الباب ده، والحيطة مفيش عليها ورق ذهب. هنا لزقه فوق البنو ده، والبنو اللي مدهون باللون الكافيه تحتيه ده مفيش عليه فتافيت من ورق الذهب. ليها كده فيديو هنشوفه برضو سوا اهو. هو هنا داهن المسيون بتاعه، والمسيون دايما بيزودوه بلون اصفر اهرة او اصفر زرنيخ عشان يبقى عارف ايه الاماكن اللي هو داهنها بكل دقة بالمادة اللزقة والاماكن اللي مش مدهونة بالمادة اللزقة. وطبعا ورق الذهب بيلزق فقط في الاماكن اللي هي مدهونه بالماده الايه؟ بالماده اللازقه زي ما احنا شايفين كده. طبعا واحد يقول لي يعني احنا شفنا الفيديو بتاع البنت الايطاليه دي اللي كانت بتلزق برواز وما كانتش بتمسك ورق الذهب بايدها، كانت بتمسكه بمشط التذهيب. هنقول بقى يعني لانها كانت هتلاحظوا كانت بتحافظ على ورق الذهب قوي، لكن هنا نسبة الفاقد في ورق الذهب هتكون كبيرة جدا جدا. كمان هذا الشاب اللي بيشتغل هنلاحظ يعني هو مبدر ايده ببودرة تلك عشان ورق الذهب ما يلزقش في ايده قوي. وهو طبعا هنا مش بيستخدم ورق ذهب فرنساوي فينو، بيستخدم ورق ذهب انجليزي اللي هو عبارة عن أزديغ ونحاس أو ورق ذهب تركي. ده يعني السكنس بتاعه أعلى شوية، يبقى 1/100 من المليمتر، 5/10 من المليمتر، أعلى من التخانة بتاعة ورق الذهب الفرنساوي أو الفينو. هنا بعد ما بيخلص لزق يعني لاحظ يعني برضو هو استهلك يعني ورق ذهب كتير جداً في لزق اللي هو القطعة اللي احنا شايفينها دي، من قطعة تقريبا من كورنيشة من الجبس، ما اعرفش هل هي فيوتك ولا جبس، هي كورنيشة. هنا بيشيل الزيادات كلها، هنلاحظ ان الذهب مش هيكون لازق خالص في الفراغات اللي موجودة في حوالين المكان. في النهاية هينفض القطعة، هنلاحظ ان مفيش اي حاجة موجودة في حوالين المكان اللي هو الابيض. لكن عايزين بقى نعرف لو احنا عايزين نشتغل بقى شغل فني كويس ونعزل
فاحنا بنعزل ازاي؟ احنا بنعزل بحاجة اسمها الجيلر، ندهنه في الاماكن اللي هي الفاتحة. الجيلر ده عبارة عن بياض بيض مخلوط بمية وبيتقلب كويس مع بعضه، وبيدهن حوالين المكان اللي انا مش عايز ورق الذهب يلزق فيه وبالفرشة، وبحدد حواليه وبحط المادة اللاصقة بتاعت الميسيون بتاعي، وهنا ورق الذهب يلزق فقط في الاماكن المدهونة ميسيون، والاماكن اللي هي مدهونة بالجيلر او بياض البيض الممزوج بمية المضروب بمية ده، دي ما بيتلزقش فيها ورق ذهب نهائي، لان الجيلر ده بيبقى عامل عازل ما بين الاماكن اللي فيها ورق الذهب والاماكن التانية. نرجع تاني نشوف اخر حاجة عندنا في حلقة النهاردة، اللي هي اعمال البتين والاكسدة. اعمال البتين والاكسدة مطلوب فيها ان احنا نغطي السطح اللي هو ملزوق بورق الذهب، نديله مظهر قدم او مظهر اثري. وهنا بدي الاجزاء الغائرة والعميقة من الزخارف المحفورة لون شفاف قاتم غامق عن لون الاجزاء البارزة، وده بيتم عن طريق تلوين الاجزاء الغائرة بلون شفاف وقاتم، بيتكون من زيت مستوي وزيت ترابنتين ومساحيق لونية بتتكون من اصفر اهرة وطينة مستوية دائد لون احمر لاعطاء تأثير يشبه لون الذهب المؤكسد. الفيديو ده بيورينا ازاي نقدر نأكسد او نعمل بتينة للكورنيشة اللي هي مدهونة بالذهب دي او ملزوقة ورق ذهب. هنشوف هو هنا عمل اللون اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هنشوف ازاي عمل البتينة دي. هو هنا بيدهن الاول باللون بفرشة كده زي ما احنا ايه شايفين. بعد ما يدهن باللون ده في الاماكن اللي هو عايز يعمل فيها الاكسدة او البتينة، هنلاحظ ان هو هيبتدي يجيب فرشة تانية ويدق بيها الاماكن دي عشان يخف اللون، عشان يخف الايه اللون. يبتدي يدق، كل ما يستخدم الفرشة كما دق اللون يتشال ايه شوية، ولابد نعمل ده بسرعة جدا قبل ما البتينة تنشف. والبتينة عشان فيها نسبة زيت عالية ما بتجفش بسرعة، بتاخد وقت على ما تجف. هنا بيعمل عملية البتينة او الاكسدة، بيدق بالفرشة اهي عشان يشيل من اللون شوية، بيخف اللون فعلا. هيبتدي بعد كده بقى يمسح العالي، يمسح طبقة اللون من العالي، فهتلاقي ورق الذهب او لون الذهب ظهر تاني. لازم وهو شغال كده كل شوية يشيل طبقة الدهان اللي هو اصبح عالق في الايه الفرش. عملية البتين والاكسدة دي برضو محتاجة مهارة عالية، ومحتاج حد يكون بيفهم كويس قوي فيها عشان يقدر يطلع الشكل اللي هو ايه عايزه. بيقرب الكاميرا بيورينا هو اللون خف ازاي، يبتدي بقى ايه يعمل عملية تفتيح ويشيل اللون من على الاجزاء البارزة في الكورنيشة. ولو يعني جرينا شوية هنشوف هنا بدأ يعمل عملية المسح اهو، وبدأ يشيل الزيادات. هنلاحظ حاجة، ان لون الذهب بقى ظاهر في الاجزاء البارزة العالية، وفضل الغامق موجود بطريقة مختلفة تحت، سواء كان يعني غامق بدرجة تقيلة او غامق بدرجة خفيفة شوية. وده اللي احنا بنسميه عملية البتين او الاكسدة، لاعطاء مظهر القدم للقطعة اللي احنا لازقينها بورق الذهب او دهننها بورق الذهب، وبتدي مظهر جمالي اثري زي ما احنا شايفينه قدامنا.
كده يعني احنا اتكلمنا النهاردة عن انواع رقائق ورق الذهب وانواعها ايه، واتكلمنا على المواد اللاصقة المستخدمة فيها بتكون عبارة عن ايه، وبرضو اتكلمنا على خطوات تصنيع ورق الذهب سواء كان خطوات تصنيعه اليدوي او الالي، وشفنا بعنينا ازاي بيتم تطبيق ولزق ورق الذهب على الاسطح المختلفة، واتكلمنا برضو عن عملية مهمة قوي شفناها بعنينا في الفيديو، ازاي بنعمل عملية البتين والاكسدة لورق الذهب عشان نديله مظهر اثري ومظهر يعني بيديني تأثير القدم في ورق الذهب. ان شاء الله في حلقة تانية هنتكلم فيها على استخدام المساحيق، بقى مش الرقائق، استخدام المساحيق في التذهيب بإذن الله تعالى. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، وأرجو ان احنا نكون استفدنا كويس من الحلقة دي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.